السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافيه ويجزيكم الخير. تحياتي لكم متابعي قناه سوق المواشي في سوريا على اليوتيوب اينما كنتم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اليوم السبت يا شباب 22/7/2023، احنا الان بسوق الغنم والبقر في بشمارون غرب ادلب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يا شباب يعني احنا عملنا جوله قبل ما نبدا التصوير، فالظاهر ان السوق كويس، في بيع وفي مشترى، الاسعار مي غاليه، ينزل للمشتري وللبائع متوسط، السوق ماشي حاله، يعني البائع مرتاح والشاري مرتاح. وطبعا راح نوصل رسالة من خلال قناتنا اليوم، من خلال هذا الفيديو، رسالة من مربي الأبقار إلى الجهات المعنية في هذا البلد الجميل. الصلاة والسلام على رسول الله. لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. أشكر كل الشباب اللي اشتركوا معنا بالقناة والشباب اللي جابونا مشتركين، الله يجزاكم الخير، بيكم نكبر ونستمر. وتحياتي لكم، مستمرين باتجاه 100,000 وناطرين دعمكم واشتراككم وتعليقاتكم الحلوة بالتعليقات. الصلاة والسلام على رسول الله. تواصلنا مع الحكومة يا شباب، شفنا وزارة الزراعة الله يجزاهم الخير، الشباب يعني وعدونا انه بالنسبة للمعبر وعدونا خير، ما احنا متأكدين يعني انه الامر راح يكون 100% يعني انه راح ينفتح الطريق او لا، ولكن وعدونا خير، قالوا ان شاء الله خلال اسبوعين الامور تكون جيدة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يعني بذلنا جهدنا قدر المستطاع، وعم نبذل جهد انه بلكي يصير المربي الاغنام والابقار، مربي المواشي، يصير لهم جمعيه دائمه او اتحاد دائم لهم، يتكلم باسمهم ويطالب بحقوقهم، يوصل شكاويهم، يحل المشاكل بيناتهم، يعني يكون يعني مثل ما تقول مجمع خير لمربي الاغنام والابقار، لانه كل الاسواق يعني والان كل المهن لها جمعيات ولها اتحاد الا احنا. ان شاء الله الامور للاحسن. ننتظر منكم الدعم، ننتظر منكم الاشتراك بالقناة، ننتظر منكم فزعتكم الطيبة، وإن شاء الله ما نقصر معكم. الصلاة والسلام على رسول الله. طايم باعت يا شباب، الصلاة والسلام على رسول الله، ما شاء الله تبارك الله، فطايم انباعت يا شباب، اللهم صل على محمد، انباعت يا شباب. هسه نشوف على الميزان ايش قد اسعاره وايش قد اوزانها. خراف تركية يا شباب، الصلاة والسلام على رسول الله، ما هي وزن ثقيل بس زينة، الصلاة والسلام على رسول الله. عم يقول له $3.60، عم يقول له ما بيع بهالاسعار، $3.60 يا شباب، ما عم يبيع بهالاسعار. $2.90 يا شباب، $2.90، والله ما تو صورناها انباعت هناك، $2.90 يا شباب. اللهم صل على محمد، الله يرزقكم ان شاء الله، عند اخونا ابو عمر قبان عمنا ابراهيم الحسن، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. 105 3 يا شباب، 305 305 يا شباب. هالفطايم هاي تو صورناها، عم ينباع $2.90، الصلاة والسلام على رسول الله، $2.90، اي نعم، هاي اوزانهن، اي نعم، ومصروفة يا شباب ها، يعني لو منعمة لساسها اوزاننا احسن، $2.90 الكيلو، اليوم بسوقنا، الصلاة والسلام على رسول الله، الثلاثة ذن وزن 105، انباعن $2.90، الصلاة والسلام على رسول الله، الله يرزق الجميع. شباب هذه الخيمة اللي شايفينها قدامكم، هذا مسجد في مخيم الزلزال جبل كلين، تخيل انه هاي الخيمة جامع يصلون فيه الناس، في حلقات اطفال يتعلمون القران، يحفظون القران، يتعلمون التجويد، اكثر من 500 طفل بالمخيم، عشرات الحلقات تقام في هذا المسجد صباحا ومساء، الناس تصلي في هذا المسجد، واقرب مسجد في محيط هذا المخيم 2 كيلو، والمنطقه جبليه. قديما يا شباب الجامع كان يكلف ربما $100,000 اذا بدك تبني جامع كبير، اليوم بكل بساطه $6,000-$7,000 ممكن تبني مسجد. شباب في كثير ناس تبني مساجد بالمدن، مساجد ثانويه، الناس قليله تصلي بها لانه في غيرها، لكن تجي هنا على مخيم مثل هذا ما في مسجد خالص، فبناء للمسجد هذا هو الحياه، اطفال قاموا يتعلمون، ما في مسجد يقاويهم، يعني ترى $6,000-$7,000 يبني المسجد، ما نقول مسجد واسع وكبير، لكن جيد يكفي يقاوي هالاطفال اللي قاموا يتعلمون. فهي رساله يا شباب للمقتدرين، وصول هذا الفيديو اليك حجه عليك، اما ان تساعد او توصل هذا الفيديو لمن يساعد، وهي امانه بعناقكم يا شباب انه تساعدونا في بناء هذا المسجد. وش خراف يا شباب، الصلاة والسلام على رسول الله، هاي البضاعة اللي ما عنده مصاري هاي يشتري هالبضاعة هاي، اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
يعني والله انا حطيت ببالي اشتريهم، بس ما اذا ما بيع الفطايم ما يمشي الحال. اللهم صل على النبي. البضاعه ماشي حالها مقبوله، اللهم صل على النبي. اذا ما عنده مصاري مثل البضاعه هاي تشتغل معاه فورا. وين دلالهن؟ وين صاحبهن؟ وين الدنيا؟ ان شاء الله تبارك الله. ايش قد قامت تسمون لنا شباب؟ 3000. ما صار لك بين شيء؟ 15 مدفع بين 2500 ليره. اللهم صل على محمد. 2500 ليره يعني ما يعادل ايش قد على الدولار تقريبا؟ 90 يعني؟ حوالي 90 دولار. اللهم صل على محمد. كويسات والله. هاي البضاعه ام 20 كيلو. الصلاه والسلام اكثر شوي. هاي اللي ما عنده مصاري ما يقدر يشتري الخشنه الغاليه، يشتريها ويصبر عليها. ايش قد؟ 92 دولار يا شباب. البضاعه حاميه كويسه وحمزيه. 92 امين دفع، ما انباعن ب 92. بضاعه نظيفه وصاحيه. اللهم صل على محمد. هاي اول ما تاخذها تسمم غذائي وفوميك وسرحها، خشنها شوي. بدا شهر، بدا شهر تخشين تدريج، بعده ربط. اللهم صل على محمد. يعني اذا 20 كيلو اذا تربطن اربع شهور. لاقوا يا شباب هذن نفس الخرافه اللي شفناهن، بس هذن صحتن احسن، هذن رويانات اللبن. هذن اغلى منهن شوي لازم. اي نعم. مع انه ممكن ذنيت احسن شوي. هذن وردي صح بس هذا رويان شوي، هذاك ناشف خالص، هذاك صاير سرحي. ايه بعرف. هذا لسات وردي رويان. 20 2000 2800 لسه ما حدا طالب. ما اندفع لك بين 2000 2100 ما صار بين شيء. حقن فوق ال 24. ايوه حقن فوق ال 24. تراني ما جاي اكسر. ايه قله خبره. حقن فوق ال 24. اللهم صل على محمد. اذا 4000. اللهم صل. عمين دفع 3300. اللهم صل على محمد. وطالبين 4000. اللهم صل على محمد. خلص خلص تعال حط لي هالغنم تفرج عليها. هاي اللي سولف عليها ابو عزو يا شباب، الصلاه والسلام على رسول الله. هالبضاعه هاي هالغنم هاي. انت اسمك تاني؟ لحالها وراها شيء. لجب لجب لجب. اللهم صل على محمد. خذ هاي بضاعه من غنم كويسه. خوش خوش بضاعه عند ابو عزو الكشيمه. هاي خوات غنم امبارح. خوات المباعن امبارح. خوات اللي انباعن امبارح، بس بدنا نبيعهن ارخص. هذول ايش قد ايش قد اسعارهم يعني؟ عمان اسوقهن 4000. الطلب 4000. الطلب 4 والاسعار لسه ما نكون اسعار كويسه. اللهم صل على محمد. ما شاء الله تبارك الله. لجب يا شباب غنم وسطيه لجب. هاي اسعارنا اليوم. عم يطلب 4000 صاحب والدلال، عم يطلبون 4000. ايش قد ندفع؟ لسه ما صار دفع. الشباب اللي يسالون مثل البضاعه هاي يعني هاي اسعارها. بضاعه زينه وصاحيه ونظيفه وسطيه، بي احسن منها بكثير يعني وبيقل منها. اللهم صل على محمد. بس بضاعه زينه. هاي نعجه مجنويه خشنه يا شباب، الصلاه والسلام على رسول الله. هذا خروف. اللهم صل على محمد. مفروض ما شاء الله تبارك. ما شاء الله ما شاء الله. الصلاه والسلام على رسول الله. خوش بضاعه. هذا ابو خالد كم راس؟ اربعه مو الاربع روس. اشوف بيض ويلصفن. مغسولات مغسولات. ها لا ابو خالد ما يغسل. ايش قد قام تسوم ابو خالد؟ والله نعجه والخروف عم نسوي 20000. ايش قد سنها نعجه؟ ثانيه صار 40. اي نعم. ما صار لك بين شيء نعجه والخروف الحالي؟ عندنا 12. 12000 اندفع بين. اللهم صل. 12000 ليره تركي. ايش قد يطلع لنا 12000 ليره تركي على الدولار؟ وهذول اعطونا 11000 بهنا الجوز. الجوز 11000. ثنيتين. الصلاه والسلام على رسول الله. شلون البضاعه بسرعة؟ ورد ما شاء الله مزرعينها. اي والله بضاعه كويسه صراحه يعني. اللهم صل على محمد. خروف خشن ما شاء الله. الخروف هذا ايش قد يطلع وزنه بسرعة؟ ايش قد يوزن بسرعة الخروف برايك؟ جسه. اي نعم بل 55. اللهم صل. عم ينسى من والله. اي نعم. اللهم صل على محمد. 18000. والله حسب. عم ينسى من والله. بضاعه طيبه ان شاء الله. بضاعه خشنه. ايش قد تطلع ابو مريم؟ يعني طبعا ذلنا 12444 دولار. 404 قول 445 دولار. اي مو غاليه، مو دفعه عاديه يعني. الخروف لحاله يعني الخروف هو مو بهذا الكلام يعني. عندك الام 250 والخروف 200. هاي هي 130 دولار. الجوز الثنائي 330 وهي 450 445. اي نعم. تعال مؤيد على البضاعه. تعال تعال قاعد تشتغل بالعويك. لازم جسم.
سامتها يا شباب الحال، الصلاة والسلام على رسول الله. دفع بها 5000 هو الكلمة. ما عم يعرف. بعيد لا 5000 بعيد. تسوى أكثر تسوى أكثر. يعني 5000 ما جابت ال 200 دولار. قليل والله قليل. اللهم صل. يعني قيمة لحمها الآن وخذها على سوق اللحم. البضاعة الممغورة بحمر يا شباب 7 نعجات وراها 7 رؤوس مو 7؟ 7 بسبعة. الممغورة بحمر يا شباب، اللهم صل على محمد. بضاعة بلدية وسطية ضعيفة وراها أغراف وصاحية وأمورها طيبة. 4 أخراف 3 فطام وضرار طيبة يا أبو حمزة. 4 أخراف 3 فطام و3 فطايب وضرار طيبة ما شاء الله. أبو صراع أنت تدقق على الضرة حين يا أبو، إذا مو الضرة ما يمشي الحال. اللهم صل على محمد. السنة أبو صراع إيش قد؟ رباعية نعجة. اللهم صل على محمد. إيش قد الأسعار؟ إيش قد الطلب؟ 7000. ما صار شيء، ما ندفع لك شيء. اليوم هي 5000، غير نهار جابت 7500. قبل جابت 5700 واليوم جابت 5000. اللهم صل على محمد. والله غنم صاحية. يعني غنم كويسة. 4 أخراف. إيه نعم، اليوم الأخراف هاي مثل هاي حقها 2000 أقل شيء. أقل شيء. إيه. اللهم صل على محمد. 5000 ملات منطق 3000 بالأم و2000 بالطلي. إيه نعم. وانت فاصله فصل ولا السومه 7000؟ اللهم صل على محمد. صاغ سليم صاحي كل شيء من كل شيء. اللهم صل على محمد. الله يرزقك يا ابو صراع. اللي له بين مصلحه شباب يتواصل معنا عند اخونا ابو صراع نعيمي. يا شباب هذا المشروع انت اخذهن هن وطليانهن، تربطن هن وطليانهن، اسمن هن وطليانهن، وتبيعن هن وطليانهن. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اي نعم. يتنقي لك سبي 4 أخراف هذين يتنقل وعد لون عنده حق ان ياخذهن يربطن هن وطليانهن على المعلف ديرهن، خلني صحصن اسمن هن وطليانهن وبيعهن تستفيد منهن. والله السوق عم يأشر نزول. لا سوق البقر الحليب ولا اللحم ولا شو؟ حتى سوق بقر الحليب، يعني اليوم احنا هاي السنه المربي لبلش يستفيد. نعم. للاسف اليوم اسعار الحليب عم تنزل. اسعار الحليب نازله والله. الأسبوع الماضي كان في شكوى من هذا الأمر. نعم. وهذا الأمر يعني لازم يكونوا معي وزارة الاقتصاد. اليوم نحن الحليب المجفف أثر على مربي الأبقار بشكل كبير جدا. نعم. يعني نخشى ما نخشى إنه نرجع نلاقي ناس صارت تبيع أرزاق. الله المستعان. إيش قد كيلو الحليب اليوم وصل؟ اليوم كيلو الحليب مشكل. نحن عندنا بمنطقة سرمدة 35 سنت، منطقة معرض مصري 35 سنت، مناطق الجسر ب 28 سنت 28 سنت 28 سنت وتكلفة كيلو الحليب ما يقارب 37 او 38 سنت على مدار الموسم. نعم. فالامر والله لازم يعني جماعتنا بالحكومة يلاقوا حل هذا الموضوع، الموضوع نعم. المجفف المعامل دائما بيقولوا لنا المشكلة ما في أبقار تغطي حاجة المنطقة. نعم. لذلك إني مضطرين يستوردوا مجفف. نعم. ولكن المفروض يوضعوا آلي بحيث يحموا المربي. نعم. المربي يعني بعلم الجميع مرقت عليه سنة قاسية جدا بغلل الأعلاف والسنة. نعم. فبتلاقي نصف ثروة الحيوانين فقدي. أبو صلاح أنا كمستهلك اليوم أفوت على المحل أقول له أعطيني لبن بقر يعطيني إياه، أعرف أنه لبن بودرة مو لبن طبيعي. والله ممكن أنت تميز ولكن للأسف كثير ناس ما عم تميز. نعم. وللأسف يعني حليب البودرة عم ينباع بسعر حليب البقر الطبيعي. نعم. أيوة حسبي الله. هذا الموضوع بده ضبط مشكلة التموين أو وزارة الاقتصاد ضروري. نعم. توضع لنا حل. نعم. ضروري توضع لنا حل لأنه يعني الوضع اليوم معامل الألبان ومشتقات الحليب عم تعتمد على البودرة أكثر من البودرة يا وهذا عم يخفض أسعار الحليب الطبيعي. البودرة مصدر رخصي. نعم. وسطل اللبن ما رخص بالنسبة للمستهلك. نعم صح. شايف؟ نعم. فالضرر الأكبر وقع على المستهلك. نعم. وعلى المربي. والمربي نعم. فللأسف ما في أي حماية للمربي. لازم يكون في تقنين. لازم ما في أي حماية. هني معنيين بوضع آلية مناسبة لضبط الموضوع. يعني اليوم المربي إذا ما استفاد من حليب البقرة بده يبيعها، وإذا بلش تنباع الثروة الحيوانية بدها تنقرض. نحن اليوم ممنوعين نطالع الأنثى على أي منطقة ثانية. نعم. طيب لا احنا لا راح نحسن نطالع الأنثى الأبقار يعني. نعم. ولا الأبقار عم توفي معنا، شو الحل؟
بدأت تنقرض، بدأت تنباع لحم. هذا يعني هذا الأمر بمفروض ينتقل وإله حل، يعني هذا مطلب مطلب جميع. يعني أنت قام تعطينا المؤشر قبل حدوث الكارثة. يعني اليوم باشري تلكارك. اليوم باشري. الناس بلشت تحس بتأثير الأمر. كل واقف عم يتفرج بالسوق. الله المستعان. اليوم ليش أنا اليوم وقت اللي بيكون سطل لبن البقرة الطازج ب 16 أو 17 ليرة وسطل لبن البودرة ب 10 أو ب 11 ليرة ما في مشكلة. الناس تتسوق على كيفها. نعم. بس اليوم هذا عم ينباع بسعرها. سعره كله 10 11 كله. للأسف فاليوم صاحب المعمل هو عم ياخذ كل تعب المربي وعم يخسر. الله المستعان. هذا الواقع. نعم. وفي منافس يعني غير كفؤ البودرة يعني. المنافس غير كفؤ ولكن للأسف نحن مضطرين نستورده. نحن نعم. نحن معاهم بهذا الموضوع نعم. انه الأبقار عندنا ما بتغطي حاجة المحرم. استوردوا بس قننوا. استوردوا أو قننوا بترفع نعم. ضريبة بترفع سعر بتوجيب ضبط تموين نعم. يعني الموضوع هذا هني أدرى هم يدرسونه نعم. ولكن المفروض بشكل عاجل نعم ايوه بده ينوضع عليه الان ان شاء الله رساله تصل والصوت يصل باذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله. يعني اليوم بقره الحليب ابو صلاح ايش قد اسعارها يعني الوسطيه الطيبه؟ هلا اليوم الحصرا المبيع على الابقار الطيبه عاليه الانتاج عشان توفي مع المربي. ايوه الوسطيه ما حد عم يدحق عليها للامانه. يعني الشعب قلت فقران ها قلت اموال. فاليوم بيجي واحد بيقول بدي احوي بقره فيها 15 كيلو. يعني انا ماني قدر اشتري بقره ب 3000 دولار او ب 3500 دولار. نعم هذا اذا بدي اشتريها فهو مضطر يخسر. نعم يعني امام خيارين احلاهما مر. يا انا بدي اشتري نعم. بقره مشان اكل نعم. حليب واخسر. يا اما انا ماني حسنان اشتري بقره. نعم حسبي الله. الله المستعان. هذا الوضع. شكرا ابو صلاح وصوتك ان شاء الله يصل ورسالتك ان شاء الله تصل. الله يكرمك. الله يجزيك الخير اخي ابو صلاح. والله يا شباب يعني بيطلب على الحبه الناعمه. السوق يا شباب فيه غلاء وفيه برود، أسعار غالية وفيه برود شوي بالبيع والشراء بالنسبة لسوق البلد. أكثر شيء قام ينباع الحبة الناعمة، الناس ما معها مصاري تشتغل شيء تشتري شيء ثقيل. الصلاة والسلام على رسول الله، البضاعة يعني موجودة ما شاء الله تبارك الله، هاي بضاعة عمنا أبو محمد حج نضال ما شاء الله تبارك الله. الصلاة والسلام على رسول الله. هاي بضاعة أبو محمد حج نضال. ما شاء الله تبارك الله. ايش قد قام تسوون البضاعة يا شباب؟ 550 دولار الراس. اللهم صل وسلم على نبينا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شاهد البضاعة يا شباب، حبة ناعمة وبضاعة نظيفة وقوام حلو. هاي الحالة فصلها 7.5. البضاعة الثانية اللهم صل على محمد. ما شاء الله تبارك الله. ما صار بها دفع ضرار؟ 700 ل 25 وفاصل انت 7 فصل. يعني خلافك بسيط مو بعيد. اللهم صل. ايوه تنباع. اللهم صل. ما شاء الله تبارك الله. هاي البضاعه لابو رضا عجله ما شاء الله تبارك الله. بكيره تحت الفحل جاهزه على الفحل ولا بدها؟ اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. هات هات الصلاة والسلام على رسول الله. ايش قد قام السوم ابو رضا؟ والله 50 متر الباقه ب 6.5. 650 دولار. الصلاة والسلام عليكم. اهلا اهلا ابو عمود حبيبي الله يسعدك حبيبي. اللهم صل على محمد. ما لحقت الباصات. جايك. معي بضعة بعتها ما لحقت. اللهم صل على محمد. ما شاء الله تبارك الله. عم يسأل عليها بازار. والله هذا أخونا من بيت اللبن ما شاء الله تبارك الله. اللي هي مي خشنة أبو مريم خشنة ده مقلشة. هلا هلا أبو عدي حبيبي الله يسعدك. لا على هو سعرها. أين اللهم صل وسلم على نبينا محمد. تحت الفهل يعني في 6.5 زاد سعرها. اللهم صل على محمد. ما شاء الله تبارك الله. ضاعة كويسة يا شباب. الصلاة والسلام على رسول الله. ضاعة حلوة وشطرة حلوة ترى. ايش قد اعطوك بيت اللبن؟ ايش قد اعطوك بيت اللبن؟ عم يكبس 550 دولار والله دفعه زينه 6.5 والله ما قلت له ولا ما اللهم صل وسلم على نبينا. دلال ابو عدي
6 وربع والله 6 وربع والله يا عشو يا عشو 6 وربع ايه مشيها مشيها 6 وربع مشيها 6 وربع يا حسن يا حسن مشيها روح ما يبقى 7 ونص ولا 15 10 6 ونص انا قلت لك دفع 6 الا ربع يا شباب دي ما تباع يا عم 6 وربع دفع 6 الا ربع هو 6 6 وربع 6 وربع 6 وربع لا مخرب يا حسن ايوه يا حمزي هذا الماء بيسوم هيك بيصير فيها ايوه بدل واحد يسوم يعني حمزات عم نصوم 110 على الحق يا رب اسمعها ستة وربع يا حاج تأكس حاج تأكس بيها على التليفون حسن عملت انا مشكله عندي لحم ستة وربع بيع شنو اشترى ما اشترى ستة وربع انا 600 دولار انا بقوله بربع ستة وربع ستة وربع حسن عجيتك يا سامو اشتريت اشتريت يا خاي يا عم يرضى والله يا ابو معاذ حبيبي الله يسلمك 45 ما فيها شلون هالسوق ابو عدي ها شلون هالسوق والله بي شويه دقائق البكيره مش قد البكيره طيبه ايوه اشياء طيب اللهم صل على محمد الله يرزقكم يا شباب وهاي بكيره حمزه يا شباب اهلين حموز مش قد عم تبيع يا حموز ما صار لك بيها شيء ما ندفع لك بيها شيء حموز؟ لا والله ما ندفع بيها شيء لسه كويسة ما شاء الله تبارك الله لسه أبوك مو مرودجها مو مبولشها مو مسوي لها عمليات تجميل لسه أيوة ما شاء الله تبارك الله صلاة السلام على رسول الله حلوة مرتبة ما شاء الله هذا أصغر تاجر بالسوق يا شباب حموز أهلين حموز الله يرزقك أبو حمود شنت متوقع من شفتها من حواليها قلت هاي لأبو حمود البضاعة هاي اي نعم اللهم صل شلون السوق اليوم ابو حمود اكثر شيء البيع على العجلات العجلات صغار صغار وكبار تحت الفحل وعشار اي نعم اكثر شيء البيع على العجله انا شاطي بالعجله ايش قد الاسعار ابو حمود من 1100 ل 500 دولار نازل ل 500 من ال 1100 دولار ل 500 دولار حسب السن والخشانه وال اشبه ابو حمزه اشبه تحت الفحل اللهم صل على محمد هلا يا عمي ابو محمد حياك الله على بيك الله يحفظك عم نسأل الشباب على سوق اللحم العجل ايش قد قام ينباع العجله والله كل عجله له سعر يعني 3 دولارات و10 وربع وقل اكثر و20 3 دولارات و20 حسب اللهم صل على محمد اي نعم اللهم صل على محمد اليوم الحبه الناعمه عمي ابو الثلاث شهور اربع شهور ايش قد يعني ما عندك حاجه الاربع شهور 500 دولار اقل شيء ايوه اللهم صل على محمد شلون وجهه السوق كويسه بيع مشترى سوق بس مهدي شوي في غلا وفي برود الله المستعان اشكرك عمي ابو محمد شكرا لك على راسي امامنا البقاره والله على راسي والله وايش تسوي هنا هاي وحيده كالقمر قاعده بنصل العجلات هاي لك عداي ايش جالس تسوي ما تاخذ على سوق الغنم ايش جالس تسوي ايوه البارح منزل عجله على سوق الغنم واليوم منزل فطيمه على سوق البقر حسبي الله عليك حبيبي عدي الله يرزقك اللهم صل على محمد واحد مع ما بيعها 28 فطيمه يا شباب ما شاء الله تبارك الله 20 مع ما بيعها 2100 ما عم تبيع لا 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 ايش قد ليش؟ عما سومها 25 يعني ب 23 ب 22 بدنا نبيع اللهم صل على محمد ما صار لك بيع دفع صار 21 واحد 21 وما بعت 22 ونص 21 قلت لهم ما بيعها اللهم صل على محمد خوش فطايم يا شباب بضاعه نظيفه وزينه هل عنده مصاري هاي زدها على المعلف وربطها وعلى الله كويسه ها اي والله ما شاء الله دحك هاي رفع هاي دينتها يعني هاي بعد ما يخشني تبين الجنيه من رباطه بعد ما يخشني هي جنيه اي نعم اللهم صل على محمد
هاي قربونا يا شباب، الصلاة والسلام على رسول الله ما شاء الله. وهذا الفحل هذا أبوها مو؟ الصلاة والسلام على رسول الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. كويسات محسنات زينات، اللهم صل على محمد. ايش قد قام تسومون لنا شباب؟ ما صار لك بيها دفع هاي القرقورة؟ $200 اليوم، اللهم صل على محمد. وهذا الفحل ألف، ما صار لك بشيء؟ قبل 600 بالبيت. الصلاة والسلام على رسول الله ما شاء الله تبارك الله. قرقورة قرقورة ثنية هاي، اللهم صل على محمد. عند أخونا أبو حسين على الهوش، اللهم صل على محمد. ضاع كويسة، الله يرزقكم يا شباب.